شير وهنكمل سيم 2، نعمل ريفيجن على سيم 2. تمام، يلا بينا كده نقرأ السؤال. put true or false in wet habitat animals live in water only. true or false? if you want to answer please raise your hand. yes Esther. yes طيب بص بقى ثواني كده يا آسر، احنا نعمل ريفيجن على الحتة الأسوانطوطة دي عشان نفتكر. wet land it is a habitat where fresh water or salt water and land meet forming swamps. now let's see the weather in wet land habitat and also learn about some plants and animals that live in it. warm or cool or have multiple seasons. يعني فيها الأربع ايه فصول. A plant under the water تحت المي، وفي floating on water على المي. والانيمالز في هنا عندنا turtles وكمان في fish. Many animals that live in wetlands can survive both in water or on land. For example a turtle. يعني ايه؟ بصوا بقى الويتلاند دي عبارة عن مية، عبارة عن بيئة مائية، ممكن تكون المية دي مالحة أو نقية fresh water or salt water and land need forming swamps. وكمان ممكن تكون أرض بس فيها شوية مية زي الشاطئ زي الضفاف بتاعة النيل، خلاص، بحيث إن ممكن يعيش فيها الحيوانات اللي البرمائيات والزواحف اللي هي بتجمع بين المية والأرض. تمام، فمثلا لو احنا قلنا نهر النيل والبحر وشاطئ البحر كل ده يعتبر wetland. In wetland habitat, animals live in water only. الإجابة هتكون صح ولا غلط المفروض؟ عمر وآسر، آسر الأول كده، أنت قلت صح، ماشي، بس أنا عايزة أقول لك على حاجة، هي ممكن تكون غلط. ليه؟ لأن كلمة only دي هي دي اللي خلت الإجابة خاطئة، لأن هنا كمان شارحها بيقول لك إيه؟ إن الويتلاند دي عبارة عن بيئة حيث تكون فيها الماء نقية أو مالحة وبتلتقي بالأرض، بتكون برضو يعني مية ومعاها أرض. forming swamps، ومعنى كلمة swamps دي تعالوا نشوفها كده. swamps دي تعالوا نشوفها لك، أشوف لكم المعنى. يمس مستنقعات. أيوة ماشي. طب وتعريف المستنقع أصلا إيه؟ عبارة عن إيه؟ يعني فيه مية كتير ولا فيه مية قليلة؟ لا مستنقع في ماء كثير. برضو. أرض رطبة مبتلة تنمو فيها الأشجار والشجيرات، وتوجد بها مياه سطحية في جزء من العام، وتوجد المستنقعات في جميع أنحاء العالم في المناطق الساحلية. طب ثانية واحدة، خليكم معايا خليكم معايا. In wetland habitat, animals live in water only. ماشي، يبقى دي إجابة صحيحة. إجابة صحيحة، تمام؟ صحيح. true، يعني دي true. نعم. In wetland habitat, هذا plant هو. under or floating on top of water، صح ولا غلط؟ If you want to answer, please raise your hand. Yes, عمر. True. تمام. complete. wetland habitat is a habitat where space or salt water and space meet forming swamps.
يس عمر. جاوب. هنكتب ايه هنا؟ fresh water or salt water and land meet forming swamps. تمام خلاص كده ولا ايه؟ السؤال اللي بعده. بصوا هنا حاول ترو اور فولس. Both rainforests and grassland habitat have many trees. True or false? If you want to answer, please raise your hand. عمر. Excellent, very good. But in grassland habitat, in grassland habitat, the weather is warm. حلا. هلا. ترو. ماشي. ممتازة. برافو عليكي. طب complete. Grassland and rainforest habitat are similar in. فكروا شوية. الاتنين دول متشابهين في ايه؟ ايوه يا اسر. Grassland and rainforest habitat are similar in summer. Weather. الاتنين يكونوا متشابهين في الطقس. ليه؟ تعالوا كده نطلع فوق ونفكركم بقى بالاجابات. دي انا اخترت دي. بصوا كده. بصوا هنا معايا. الاثنين بيكونوا الطقس بتاعهم بيكون وارم طول السنة. ماشي. الإجابة بتاعتنا هنا المفروض تكون ويدر. طب السؤال التاني. Rainforest habitat differs from grassland habitat in كذا وكذا. ها بتكون مختلفة عن ال rainforest في ايه وايه؟ في ال animals and plants. نكتب هنا animals وهنا نكتب ايه؟ plants. اوكي يا حبيبي تمام؟ تم ولا ايه؟ ثانية واحدة. نكمل بعد كده. عندنا هنا polar habitat و wetland مقارنة بين الاتنين. ده سهل عليكم انتوا عارفينه كويس. بعد كده هنا صح وغلط. giraffe has long neck to run quickly through open area. true or false؟ yes اسر. true. ماشي. السؤال التاني. polar bear has white fur to stay warm. عمر.
True. This. Complete. Salamander eats space and space and lays space in water. Yes, Frida. Yes, Frida. افتح المايك. أنا ما رفعتش إيدي. بس المايك مفتوح. طب يلا يا عمر. مش عارف الإجابة. ايه ده، ما انت رافع أنا مش ايديها، عارف إيه. الناس رافعة ايديها ليه؟ طب بصوا هنا معايا، عندكم هنا حيوان اسمه السلامندر. شوفوا بقى، هو بيتكلم عن نفسه اهو، I live in wetland، عشان هو طبعا من الزواحف زيه زي الليزرد وزيه زي التورتل. live in wetland habitat because I live both in water and on land. بيعيش في الميه، بيعيش في الميه وفي الارض. استنوا بقى عليا، ثواني ثواني بقى حلوين. فاكرين السؤال ده؟ انا كنت شاكه فيه على فكره. استنى، ان هو السؤال اللي انا بقول لك عليه اه هنا، ان ويتلاند هابيتيت انيمالز ليف ان ووتر اونلي. لا، الاجابه غلط. المفروض ان ووتر اند لاند، ان ووتر اند لاند. مش استنوا كده، ثانيه ثانيه، دي غلط. ماشي، المفروض الاجابه بتاعتها الصح هنحوش دي وهنكتب ايه، and land. And land. ماشي، مركزين ولا انتوا ايه بالظبط؟ مركزين معايا؟ مركزين. طب الحمد لله يا رب، الحمد لله الناس مركزة معايا. I eat bugs and worms. I lay eggs in water. خلاص تعالوا بقى ايه، شوف احنا خلصنا الفور هابتيت. There are seven continents around the world. Yes, عمر. True. تمام. Number two, we live on the continent of Asia. هلا؟ False. المفروض ايه؟ False. ايوه ماشي، برافو عليكي. المفروض بقى تصحيح الجمله دي ايه، نحوش ايشيا ونكتب مكانها ايه. أفريقيا. برافو عليكي، أفريقيا. شطوره، برافو. تمام، برافو عليكي ممتازين. طيب complete. The blue color on the map represent. يلا يا عمر، ده رفع ايدك اهو. Water. تمام. While other colors represent. أيوة يا عمر، represent land. ماشي، يبقى احنا دلوقتي عندنا الكرة الأرضية جزء فيه مية والجزء التاني يعتبر أرض. يبقى الجزء الأولاني باللون الأزرق يبقى يعتبر إيه، water. وال other color represent land. المكاو lives in نقط habitat. يس فريدة. Rainforest habitat. برافو.
The interaction in the previous paragraph in Macau is between non-living things, living organisms. يا مسح نصها كام؟ 129 129 interaction in the previous paragraph of Macau is between non-living things, living organisms, living organisms, and civilization. تعالوا هنا بقى، بصوا هنا معايا. The fires that clean out died plants on a forest floor. يس عمر. False. هو ده، انت بتقول false على ايه؟ ازاي قلت false طيب؟ اهي، ده حتى مكتوبة هنا يا عمر. Fires can help clean out dead plants on a forest floor, which allows important nutrients to return to the soil. بصوا بقى، الحرائق الموجودة في الغابات دي بتنظف الغابة من الحيوانات الميتة، بتنظف الغابة من بتنظف الغابة من الأوراق المتساقطة على الأرض. بعد ما بتتحرق الحاجات دي كلها بتتحول إلى مواد غذائية بتغذي التربة. يبقى أنا لما أجي أسأل أقول fires clean out dead plants on فورست فلور، يبقى الإجابة المفروض تبقى صح، true. تمام. طيب السؤال اللي بعديه، drought clothes the air، true or false؟ آسر، false. لا استنى، هنا بيقول إيه؟ Other and natural disaster like drought or fire, flood and pollution can all cause a change in the environment. It happens when there is no rain for a long time, so land becomes hard and the small lakes and river can dry up. Plants may not be able to survive without enough water. Animals may be forced to move to look for water. طيب انت قلت هنا ايه؟ False. Roots of the air, false. False. ماشي، هنقول عليها false على أساس إنها مش مكتوبة أصلا في ال. طب استنى بس كده، المفروض تروح يا مس، المفروض تروح، احنا قلناها في الفصل تروح على فكرة. استنى كده، drought يعني الهواء بيلوث. لا لا، drought بيلوث الهواء. ثاني كده، بص بقى الإجابة هنا تبقى صح. خلاص، ليه بقى السبب؟ بصوا هنا هو كاتب إيه، يمكن أن تتسبب الظروف الجافة في ارتفاع مستويات الأوزون، لأن النباتات تقلص من ثغورها لمنع فقدان المياه، مما يقلل من قدرتها على إزالة التلوث. طالما هي ما بتقدرش تشيل التلوث، يبقى معنى كده التلوث هيبقى كتير. يبقى هنا السؤال اللي هو بيقول fire drought pollutes the air، يبقى دي إجابة صحيحة. الاثنين هنا صح. طيب نقط happens when there is no rain for a long time، يبقى drought. نقط happens when lightning strikes dry land and grasses، برضو ايه؟ drought برضو.
هنا بقى pollution brings new seeds and nutrients to the land. True or false؟ يس عمر. False. Excellent. Very good. Number two, floods can wash away soil and plants. And plants. Yes, Omar. Yes, me too. Oh, Esther. True. Okay, excellent. Very good. Inshallah. Okay. Complete. What happens when dry land become covered with more water than the soil can hold? نكتب ايه هنا؟ نكتب flood ماشي؟ بعد كده number two what happens while using machines that pollute the air؟ يس عمر؟ pollution. تمام برافو عليك. هنرى true or false the number of goods لا دي سهلة ده كتير مش هجيبها أصلا number of the goods دي لا خلاص لا مش مهم مش هنا we can drink water بصوا هنا سيوا gets a lot of rain true or false أسر true تمام سيوا oasis has many springs عمر true this سيوانز use mint leaves to make baskets أسر true mint ولا مفروض palm trees بص بقى البالم ليفز دي يعني النخيل بيبقى فيه كده الزهف بتاع النخيل بصوا النخلة دي مش بيبقى كده فيها فروع لونها أخضر عارفين البتاع الرفيع ده الورقة اللي بتبقى طويلة دي بيستخدموها بيعملوها ضفاير كده بيعملوا منها سلة ماشي اسمها بالم ليفز مش منت يعني أوراق النعناع لكن البالم ليفز هي دي أوراق إيه أوراق النخيل تمام حبيبي يبقى رقم 3 يبقى بدل كلمة منت دي هنكتب إيه بالم ليفز تمام طيب رقم 4 acacia trees help in blocking sand storms. Yes, Esther. True. Yes. See what oasis doesn't have any kind of animals. عمر حلا فولز عليك ممتاز رقم 6
When you visit Siwa, you can see many kind of reptiles. Yes. True. And this, right. Mention some plants that grow in Siwa. We mention some animals that live in Siwa. عايزين حيوان بيعيش في سيوة وبلانت بيعيش في سيوة. يلا يا حلا قول البلانت. Mint leaves. روف. وكمان. بالم تريز. طيب عايزين بقى الانيمالز. الانيمالز يلا عمر قول انيمالز. Lizard. ممتاز ما شاء الله عليك ممتازين حبايبي برافو عليك. Volunteer is paid for work. Yes or no? Yes, Hala. Hala, تفضلي. مش عارفة الإجابة. طيب آسر. False. مش. Volunteering is different than a job in time of work. عمر. True. مش. Collecting donation for those in need is considered a volunteering job. أيوة حالة. كنت غايبة في الدرس ده ولا إيه؟ أيوة حالة. أيوة أنا كنت غايبة بس. ماشي. يلا يا أسر. True. ماشي بصوا بقى هنشرح لكم الحته دي تاني. الفولنتيرنج دي يعني التطوع. التطوع is paid for work. احنا مثلا الواحد لما بيتطوع يعني بيشتغل بدون مقابل، زي مثلا الناس اللي بتنظف الشارع، زي الناس اللي بتدي دروس بدون ما تاخد فلوس، دي تعتبر متطوعه. زي الناس اللي انتم بتشوفوهم في جمعيات رساله وصناع الحياه، الناس اللي هم بيدوا الملابس بتاعتهم للفقراء، كل دول يعتبر فولنتيرنج. بيعمل الخدمه دي للناس او للمجتمع بدون ما ياخد فلوس عليها. او انت وانت ماشي في الشارع ولقيت واحد شحات وانت عطيت له مثلا جنيه او عطيت له فلوس، ده يعتبر ايه؟ يعتبر فولنتيرنج. فانا لما بسال صح ولا غلط، فولنتيرنج از بيد فور وورك، هل التطوع بناخد فلوس عليه؟ فالاجابه ايه؟ خاطئه. السؤال الثاني، فولنتيرنج از ديفرنت ذان ا جوب ان تايمز اوف وورك. الواحد لما بيعمل تبرع بيعمل التبرع ده في وقت غير الشغل،
غير وقت الشغل، ده صح. طب كلمة donation for those in need is considered a volunteering job. الناس اللي بتجمع تبرعات عشان الناس المحتاجين، ده يعتبر volunteering job. أيوة، الإجابة صحيحة. تمام، complete. You can be a volunteer by joining two نقط ونقط. أنت ممكن تكون متطوع لو أنت عملت إيه وإيه. لو أنت donation، أنت تبرعت بالفلوس، أو أن أنت make work without paying، لو أنت اشتغلت شغل بدون إيه مقابل. طيب volunteering is like planting trees. وإيه كمان؟ ممكن تزرع أشجار في الشارع، يعتبر volunteering. ممكن إيه كمان؟ ممكن إيه تاني؟ giving needs people، تدي فلوس للفقراء. إيه كمان؟ ممكن كمان يعني فاكرين. بص يا جماعة، مش أحيانا برضو إحنا بنشوف كده إن فيه بعض الناس لما بيبقى فيه الكوارث الطبيعية زي الأمطار والفيضانات والحاجات دي، الناس اللي بيوتها بتغرق وبتبقى العربيات بتاعتها بتبوظ والحاجات دي، مش بتبقى محتاجة ناس تساعدهم، helping people. أو مثلا لو أنت شفت حد عجوز في الشارع مش عارف يشيل الكيس بتاعته الخضار والفواكه، وأنت بتساعده كده وتشيل معاه، دي يعتبر volunteering. طيب if you want to be a volunteer what will you do؟ ده برضو إيه، سؤال مش مهم، مش مهم السؤال ده. بس كده أنا بشكركم جدا على حضوركم معايا، وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وأنتم ممتازين جدا، وأنا بشكركم جدا على الحضور. Thank you. Thank you. Bye, miss. باي باي. Bye, miss. باي باي حبيبتي، أشوفكم على خير بكرة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, miss. مع السلامة.